ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ازيكم يا حبايب قلبي، عشان كلمه يا حبايب قلبي دي اللي بتشهر، مش عارفه ليه. فازيكم يا بونبوناتي، عاملين ايه؟ وحشني جدا. إيه ان شاء الله النهارده هنتكلم على بصوا يعني مش عارفه هو ده كريم، بس احنا هنتكلم على ريحه المست اللي بريحه الكريم ده. إيه اسمها؟ باستل سكايز. يعني انا غالبا هما يقصدوا باستل دي اللي هي الوان الباستل، وان السماء بلون الوان الباستل. كنت عايزه اجيب المست من الريحه دي، بس للاسف ما لحقتوش يعني، وكده البنوته اللي انا بشتري منها ما لحقتش غير الكريم. كان نفسي اجربه قوي، ان المكونات بتاعته من الحاجات اللي انا بحبها. انا مش عارفه العطر ده موجود منه في مصر ولا لا، بس غالبا لا، لان ده اصدار امريكي، فمش عارفه نزل في الخليج ولا لسه، بصراحه برضو مش عارفه. الكريم بتاعنا النهارده عايزه اقول لكم شكله حلو قوي، والالوان بتاعته حلوه قوي. المست برضو بنفس الشكل ده. مبدئيا هو التصنيف بتاعه حلو، جوز هند، مسكي، كراميل، فاكهي، ناعم، لاكتوني. طبعا اللي عارفني ومتابعني عارف ان انا بموت في الكراميل وجوز الهند، وبحب اي حاجة لاكتونيك اللي هي فيها عارفين المستحلب ده، اللي هو عارفين انتوا البونبوني، قلت لكم قبل كده البونبوني اللي هو بطعم الزبدة والكراميل. المست ده او العطر ده عبارة عن سكر وجوز هند ومسك وفواكه حمراء وورد. يعني مكوناته بسيطة، بس عايزة اقول لكم ان الريحة مختلفة عن المست شوية، لان خاصة الكريم، لان الكريم موجود فيه زبدة شيا، فزبدة الشيا بتغير شوية من ريحة الكريم، فزبدة الشيا طاغية على الريحة شوية. انا حسيته ريحته فيه شبه من المست ده، بس الاصدار بتاع الكريم من فيكتوريا ده. ريحته ناعمة، تقيل، شجري جدا. طبعا في جوز هند وفي مسك، فاكيد هيبقى رائع. وكمان زي ما قلت لكم ناعم، ناعم قوي. هو يعني انا حاسه ان هو مش لايق شويه على اسمه، ان انا بتكلم على سما وكده، فحس ان في هوا ويعني فاهمين انتوا انتعاش وكده. لا، هو قافل شوية، هو من العطور التقيلة اللي هي كراميل طبعا وسكر ومسك، فهو تقيل شوية، ناعم اكتر، مسكر جدا، لكن مش منعش خالص. انا ممكن اعتبره من الاتجاه الشرقي، واعتبره من الحاجات الشجري جدا التقيلة. بس الكريم فيه مشكلة معايا، ان زبدة الشيا بتبقى واضحة قوي فيه، فبيبقى ليها ريحة كده في البداية، بتضايقني شوية من الكريمات. لكن لو كان لوشن كنت هتلاقي الريحة اوضح من الكريم، لان اللوشن مش بيبقى فيه زبدة شيا غالبة عليه كده زي الكريم. انتي بتحبي الحاجات اللي هي فيها كراميل وفيها وشجري قوي قوي، يعني هتحبي العطر ده. يعني انا شايفة ان الورد مش واضح فيه قوي، انا شايفة ان السكر واضح فيه جدا، وريحة الكراميل. فده رأيي في العطر ده. العطر ده لو موجود عندك استخدميه بالليل اكتر، يناسب الاجواء الشتوية. ريحته من الحاجات التقيلة الشجري قوي، ف يعني انسب للشتاء زي ما قلت لكم. بتاعه هيكون تقيل، مش حاجات من الخفيفة خالص. والفواحين بتاعه شايفة برضو ان الفواحين بتاعه قوي وتقيل. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو كان عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة.